انضم إلينا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري. أهلا بك سعادة اللواء معنا. خلال الأيام الماضية لوحظ أن ميليشيات الحوثي بدأت تستهدف قبلة المسلمين، إلى أين يودون الذهاب بالضبط؟ أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا هذه الأعمال العبثية لم تتوقف منذ بداية عمليات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وزادت وتيرتها بعدما أعلن المخلوع أنه سيستهدف المملكة العربية السعودية رغبة منه، فإن تكون حدود المملكة وأراضي المملكة جزء من معادلة المشاورات التي تتم في اليمن. وسبق أن أكدنا في هذا الجانب أن المملكة ليست طرف فيما يحدث في اليمن، هناك انقلاب ضد حكومة يمنية شرعية معترف بها دوليا، ولكن في الجانب العسكري قوات الدفاع الجوي والله الحمد متيقظة، وتصيب هذه الميليشيات وأعوانهم بالإحباط، لأن في كل مرة ولله الحمد تنجح في درء الضرر عن مدن وقرى المملكة العربية السعودية. اليوم استهداف مكة المكرمة يكشف زيف شعارات هذه الميليشيا المنحرفة، وهي الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، والنصر الإسلام، وفي نفس الوقت يهاجمون كعبة المسلمين ويستهدفون مكة المكرمة. ولكن نؤكد للجميع أن ما فشل فيه رأس الأفعى من استهداف المواطنين والمسلمين في المناطق وفي الحرم المكي لن ينجح فيه ذيل الحية، وسيتم قطعها، وقوات الدفاع الجوي متيقظة وقواتنا المسلحة متيقظة، وستزيد من إحباطهم ومن انكساراتهم بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله. نعم سعادة اللواء، ما نوع الصواريخ التي يستخدمها الحوثي، وهل هذه الصواريخ قديمة أم حديثة؟ طبعا الموضوع تقنية الصواريخ الجميع يعلم أنها لم تعد سر متى ما قامت الدول التي تقوم بنشر هذه التقنية بين هذه الجماعات الإرهابية، كما يحدث في لبنان مع ميليشيات حزب الله الإرهابية، اليوم يحدث مع الحوثيين. هذه صواريخ من نوع سكاد، يقوم ببعض من تدربوا على يد الإيرانيين وعلى يد حزب الله بتعديل في الوقود الذي يدفع الصاروخ إلى مسافات أبعد، وبالتالي يصل إلى مسافات أبعد، ولكن في جميع الحالات قوات الدفاع الجوي لله الحمد متيقظة ولديها الإمكانات الكافية لاعتراض مثل هذه الصواريخ وتدميرها وزيادة حسرة وإحباط هذه الميليشيات الحوثية. نعم، ولكن هل لمستم أن هذه الصواريخ مهربة من قبل دول أخرى مثلا؟ ما في شك أنه الإيرانيين ضالعين في هذا الجانب، سواء بتهريب الصواريخ أو بنقل تقنية تصنيع وتعديل هذه الصواريخ. ولعل ما أداعت اليوم وزارة الدفاع الأمريكية من أن اعترضت 4 شحنات، ونحن قد أعلننا عن كذا شحنة في نفس التوقيت، وهناك الجانب الفرنسي والجانب الأسترالي، كل هذه الشحنات توجه إلى باتجاه القرن الأفريقي أو باتجاه اليمن، وفي الأخير تصب في دعم هذه الميليشيات الإرهابية. نحن نقول لهم هربتم سلاح أو لم تهربوا سلاح، سوف تحقق الحكومة اليمنية الشرعية أهدافها إن شاء الله بدعم التحالف الدولي، وستظل المملكة العربية السعودية آمنة مستقرة، وستزيد حسرتكم وإحباطاتكم في القريب العاجل إن شاء الله. نعم أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري، أشكرك جزيل الشكر.